قال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان أن الوزارة تعمل بشكل متكامل لتفعيل نظام التجارة الإلكترونية عقب موافقة مجلس الوزراء، وذلك من خلال 39 مبادرة. القطاع في نمو مثل ما صرح معالي رئيس المجلس أن حجم القطاع قرابة 80 مليون مليار ريال، والقطاع في نمو. احنا نتوقع ان شاء الله مع تفعيل نظام التجاره الالكترونيه ان يكون في هنالك اقبال كثير ويستمر القطاع هذا ان شاء الله في نمو. حسب الدراسات اللي قامت بها اللجان المعنيه في المجلس كان في نمو تقريبا 15% بين عام 2017 الى 2018. نتوقع ان شاء الله ان يستمر هذا النمو مع تفعيل ادوات النظام ومع تكامل الجهات المعنيه في المجلس في تفعيل المبادرات ذات العلاقه. لدينا تقريبا 39 مبادره تتمحور حول تحفيز نمو هذا القطاع وتطويره وحفظ حقوق المستفيدين وزيادة الموثوقية في التعاملات الإلكترونية.